يمكن انا مش افضل واحد هديك معلومات عن اللي حصلت الايام اللي فاتوا، بس انا هحاول اقول لكم الخلاصه عن اللي حصل الشهر ونص اللي فات. طبعا اللي حصل الايام اللي فاتت وبسبب ان ناس كتير كانت بتتكلم عليه، حرفيا الريتش كانت ناس كبيره عندها ملايين مشاهدات، بقى حرفيا الفيديو بتاعهم ما يجيبش 500 مشاهده اول ما ينزل. حتى انا كان اقل فيديو عندي بيجيب تقريبا 38000 مشاهده، 28000 مشاهده ويمكن اكتر كمان. انما بعد ما بقيت اتكلم عن فلسطين حرفيا اربع فيديوهات ما يعدوش ال1000 مشاهده. انت متخيل؟ هي دي المقدمه اللي انا حبيت ابدا بيها لان الموضوع بصراحه مضايق ناس كتير. ويلا نبدا الفيديو. كانت اول الدول القريبه من اسرائيل واللي اضطرت اللي هي تساعدها الامارات. انت متخيل الامارات بعت الطيارات لاسرائيل، القذيفه الواحده منها بحجم بني ادم، وفي غزه واحد بيكفن اطفاله بايديه. طبعا في مواقف تانية حصلت بقى، ان محمد سلام واحمد مكي رفضوا يعملوا مسلسل الكبير الجزء الثامن، السبب طبعا ان ما ينفعش الازمات اللي احنا بنمر بيها دي نعمل حاجه تضحك وتسلي الناس. وللاسف انا مش هقدر اتكلم عن حد تاني. نيجي بقى عايز احكي لكم حكايه عن اليهود، وبصراحه الحكايه دي عشان تعرفوا هم بيفهموا ازاي. اليهود اللي موجودين دلوقتي في فلسطين اللي بيعملوا زعارير في شعرهم بيلبسوا طواقي وبتاع، دول اسمهم يهود ارثوذكس. اليهود الارثوذكس دول هم اسوأ طائفه ممكن تلاقيها في اليهود، ولهم حكايه كده بصراحه لازم انا اقول لكم عليها. اليهود طبعا عندهم ان هم عارفين ان ربنا خلق الارض في 6 ايام. طب واليوم السابع بقى؟ استغفر الله العظيم يا رب، بيقولوا ان اليوم السابع ده هو يوم السبت، وعندهم في معتقداتهم برضو ان هم كل يوم سبت بيحتفلوا بيه كانه عيد، لان هم فاكرين استغفر الله العظيم يا رب ان ربنا كان واخد يوم السبت ده اجازه. طب تخيل، طبعا انت عندك في يوم السبت ده بقى ولا بياكلوا فيه ولا بيشربوا فيه ولا بيروحوا في اي حته. عشان اوضح اكتر اقول لكم ازاي ما بياكلوش ولا ما بيشربوش، هم عندهم في العيد ده المفروض ما يستخدموش اي نوع طاقه. لما تشغل البوتاجاز او تشغل اي حاجه مثلا فرن ميكروويف او كده دي طاقه، فهم بيجهزوا يوم الجمعه علشان ياكلوا يوم السبت. وبالنسبه بقى لهم ما بيستخدموش مواصلات ولا اي حاجه من الحاجات دي لان هم عندهم السفر حرام. الطائفه دي المفروض يوم السبت عندهم ما ينفعش يعملوا اي حروب او اي حاجه من الحاجات دي. انما انت عندك بقى ايام السبت حصل الهجوم على مستشفيات الشفا، قصف مباني في غزه، فواحد منهم طبعا طلع اعترف ان ده دفاع عن النفس وما يتصنفش كحرب، فهو طلع كانه بيفسر على كيف ابوه. ممنوع طبعا ان احنا نحارب وحاجه، بس دي طالما دفاع عن النفس فعادي يجوز. فزي ما عرفتوا في كده الحمد لله العالم كله عارف الحقيقه. وطبعا ما ننساش رقصه الحريه اللي طبعا ابتكرها الامريكانيين الاصليين او الهنود الحمر، وده طبعا بعد ما كريستوفر كولومبس دخل وقضى عليهم وابدهم بشكل كامل وقام على الارض دي، ارض امريكا اللي احنا عارفينها حاليا. فبعد ما طلع الشاب اللي هو في غزه اللي بيرقص حاجه اسمها الدبكه، دلوقتي كل الميادين بقت بتعمل الرقصه دي. فاهم حاجه، ما تنساش تدعي الاهالي غزه اللي توفوا بالرحمه، وما تزعلش على اللي بيحصل ده لان لينا يوم يجمعنا وهو يوم القيامه. وفي اليوم ده اوعى تسامح ابدا اي حد اذى اخواتنا اللي موجودين في فلسطين. وحسبي الله ونعم الوكيل وسلام.